اه شوطها الثاني غريب شويه يا جيم، طبعا يعني شوط ثاني سيتي بجد بقى، تحس ان السيتي ظهر في الشوط الثاني كما يجب ان يظهر، ظهر بشكل جيد جدا. معرفش ايه سبب التحول في هذا الشكل، هل هو يعني رغبه اللاعبين ولا في حاجه تكتيكيه اتعملت في الشوط الثاني خليتك تشوف ان لا السيتي كان لازم يفوز. ارسنال فقد الايقاع، عنده مشكله كبيره جدا في وسط الملعب، اتكلمنا عليها في الشوط الاول، لكن سوء مستوى السيتي ما اظهرش المشكله دي في الشوط الاول. لما السيتي مردوده تحسن وتحول بقى زي ما انت قلت كده، كانوا السيتي بجد الفعاليه، وهنتكلم على الفعاليه تحديدا، لكن خلينا نروح للعيب اللي كان في وسط ملعب ارسنال. جورجينيو ما كانش قادر يعمل الدور اللي كان بيعمله توماس بارتي، هو كان اتكلم على ده قبل بدايه المباراه، وانه لا هيبقى في مشكله في وسط ملعب ارسنال بسبب غياب توماس بارتي، والغيابات اللي موجوده عند ارسنال النهارده لا اثرت عليه في وسط الملعب بشكل كبير جدا. كمان سوء مستوى حاله مارتينيلي خلى في قله فعاليه كبيره جدا من الناحيه الشمال، الحاله اللي كان عليها تومايسو بعد فتره غياب طويله جدا جدا اثرت، اسهم بشكل مباشر وغير مباشر في هدفين من الثلاث اهداف اللي احرزهم السيتي. ونروح بقى للسيتي والفعاليه، لما نتكلم لاول مره جوارديولا بيسيب الاستحواذ 64% استحواذ ارسنال 36% استحواذ السيتي، عدد الهجمات عموما اللي عملها ارسنال في المباراه 47 في المقابل تقريبا النص 27 هجمه فقط للسيتي خلال المباراه بالكامل. لكن خلينا تعالى بقى نشوف بقى ال 27 هجمه دول اتعمل فيهم ايه، عشان كده ترك الفعاليه بتاعت السيتي تقدر تقراها من الارقام. ال 27 هجمه دول اتعمل منهم خمس فرص محققه للسيتي، ست تصويبات اون تارجت، ست تصويبات على المرمى. طب تعالى بقى نشوف ال 47 بتوع ارسنال، ثلاث فرص فقط محققه، تصويبه وحيده على المرمى في 94 او 95 دقيقه، كانوا بنتكلم على تصويبه واحده. قله فعاليه هجوميه في الثلث الاخير لارسنال امام السيتي، اظن هي ضربه الجزاء تقريبا بس يعني صعب جدا صعب جدا تتكلم ان تصيبه وحيده على التارجت من 47 هجمه. في المقابل الفريق اللي عمل 27 بس عمل ست تصيبات اون تارجت وخمس فرص محققه، فمليون في الميه طبعا شوط يحمل فعاليه السيتي الحقيقيه ظهرت مع جوارديولا. وعيوب ارسنال اللي ما ظهرتش الشوط الاول ظهرت الشوط الثاني بعد ما تحسن مردود السيتي.